السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم بين الحلويات البخستيش اللي يمكننا نقدموهم في البلاطويات، كذلك اللي يمكننا نقدمهم في جميع المناسبات. اليوم ان شاء الله نقدم معكم الحلوة ديال النوكا باللوز، اللي صراحة كتجي لذيذة بزاف. والطريقة اللي تشوفوا معايا فهي طريقة سهلة ودغيا كتوجد، وكتجي واحد الحلوة اللي هي راقية بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى اكيد تعجبكم الحلقة اليوم. ودابا ان شاء الله نخليكم مع طريقة التحضير. انا بالنسبه لطريقه تحضير النوكا، اول حاجه كناخذ واحد الاناء اللي كنعملو فوق النار اللي كتكون مهيله. هنا كنعمل 100 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده من الاحسن تستعملوا النوعيه الجيده باش كتجيكم النوكا في المذاق ديالها مزيان. هنا كنضيف عليها جوج معالق كبار ديال الماء، وكذلك كنضيف 100 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده يعني من الاحسن تستعملوا السكر اللي كيكونوا عنده حبيبات صغارين. وهنا كنضيف 100 غرام ديال الكليكوز. كيف شفتوا معنا المكونات فهما ساهلين. هنا كنعملوا الكليكوز ديالنا فوق النار، وكنبقاو نحركو مزيان حتى كتذوب لينا الزبده وكيذوب معنا الكليكوز وكذلك حتى السكر. يعني هنا كتاكدوا بان السكر ديالنا راه ذاب كامل مزيان، ودائما فوق العافيه اللي كتكون مهيله، يعني ما نعملوش العافيه مجهده باش النوكه ديالنا ما تحمرناش وحنا باقيين، يعني ما باقي ما دابش معنا الكليكوز والسكر. انا من بعد ما كنشوفوا بان المكونات اللي عندنا كلهم دابوا مزيان، هنا باش كنعرفوا بان الخليط ديالنا راه واجد، هنا كنخليو الخليط ديالنا فوق النار حتى كطلع فيه الكشكوشه كيف كتشوفوا معنا. هاد كنحيدوه من فوق النار، هنايا خارج النار كنضيفوا 400 غرام ديال كونكاسيد اللوز. هنايا خديت اللوز من بعد ما حمرته وكنضيفوا. بالنسبه للتحمير كنحمروه غير واحد شويه. انا هنا استعملت اللوز، كيمكنكم تعوضوه بالكاوكاو، كذلك يمكنكم تعوضوه بالزنجلان اللي متوفر اكيد عندكم. هنا كنخلطوا مزيان حتى كيتشرب لنا اللوز ديك السوائل اللي استعملنا كاملين، وكنحصلوا على واحد النوكه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل هذا. هنا كناخذوا اي سيليكون عندنا. بالنسبه للسيليكون ضروري كناخذوا النوع الجيد اللي كيدخل للفرن. هنا كنبقاو نعمرو السيليكون ديالنا بالخليط ديالنا ديال النوكه. هنا كنحاولوا اننا نسربيو شويه باش النوكه ديالنا ما كتقصحش معنا، وكتجينا سهله في الخدمه، وفي نفس الوقت حتى النوكه ديالنا يعني كتجينا مقاده مزيان. هنا من بعد ما كنساليو فاحنا كندخلو النوكه ديالنا الفرن على درجه الحراره 180 درجه. من بعد ما كنكونو سخنا اكيد الفرن ديالنا من قبل. بالنسبه للوقت ديال الطياب ديالها، فقط ملي كنشوفو بان الجوانب ديال النوكه بدات كتبان فيهم التحميره ديال النوكه، فاحنا كنخليوها 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنخرجوها من الفرن. اكيد ملي كنخرجوها من الفرن كنخليوها حتى كتبرد مزيان تماما، يعني حتى كتقصح لينا النوكه، هاد باش كنحيدوها من السيليكون. هنا من بعد ما كتكون طابت معنا النوكا وخليناها حتى بردات مزيان، هنا كنحيدوها من السيليكون يعني بكل سهوله كتحيد لنا، وكتجي يعني بهذا الشكل هذا، كتجي في اللون ديالها الذهبي. هنا ضروري انكم خصكم تردوا البال بالنسبه للطياب ديال النوكا، لان حنا كعندنا اللوز محمر واحد شويه، لهذا بالنسبه لهاد النوكا هادي راه ما كتاخذش الوقت بزاف في الفرن، فقط ملي كنشوفوها خدات ديك اللون ديالها الذهبي فاحنا كنحيدوها من الفرن. هنا بالنسبه للتزيين فخدينا نفس السيليكون اللي عملنا فيه النوكه. هنا خديت شويه ديال الشوكولاته الاسود من بعد ما ذوبته بطريقه ديال الحمام المائي، وكنضيف له شويه ديال الزيت. هنا كناخذ وكنعمل واحد القاعده اللي كتكون رقيقه ديال الشوكولاته الاسود. انا هنا استعملت الشوكولاته الاسود، كيمكنكم كذلك تعوضوه بالشوكولاته الابيض. وهنا كناخذوا النوكه ديالنا وكنرجعوها للسيليكون. هنا كنضغطوا عليها غير واحد شويه باش كيلصق فيها الشوكولات، وكذلك تجي حتى من الجوانب ديالها فيها الشوكولات الاسود. هنا من بعد ما كنساليف انا هنا كندخلها فقط 5 دقائق في الثلاجه حتى كيبرد ديال الشوكولات، ومن بعد كنخرجوه. وهنا بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختيار ديالكم. انا خديت هذا الشكل هذا على شكل وريضات صغارين. هنا كذلك بالنسبه للشوكولات الاسود اللي بقى ليا، فهنا كنعمر لحسب العدد ديال الحلوى اللي عندي، وكنعمرهم مزيان ومن بعد كندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا مزيان.
وهنا بالنسبه للنكهه ديالنا بعد ما خليناها 5 دقائق في الثلاجه حتى كيبرد لينا الشوكولاط، هنا كذلك يعني بكل سهوله كنحيدوها وكنحصلوا على الحلوى اللي كتجي بهذا الشكل هذا، يعني واحد الطبقه ديال الشوكولاط اللي كتكون عاطيه واحد اللمعه مزيانه. وكذلك بالنسبه للنكهه ديالنا كتكون يعني واخده الشكل ديالها اللي هو مزيان. فهنا كنبقاو يعني مستمرين بنفس الطريقه اكيد حتى كنحيدوا الحلوى اللي عندنا كامله. فكيف شفتوا الطريقه؟ فهي سهله صراحه، دغيا كتوجد وما كتاخذش الوقت بزاف. هنا كذلك بالنسبه للوريدات ديالنا من بعد ما خليناهم حتى هما في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان، هنا بكل سهوله كنحيدوهم. هنا ضروري بالنسبه لهاد التشكيلات هادو ضروري خصنا نخليهم في الثلاجه حتى كيبردوا، باش ملي كنحيدوهم كيبقاو ديك الوريدات ديالنا عاطين ديك اللمعان في الشوكولاط وكيجيو مزيونين حتى في المنظار ديالهم. وهنا بالنسبه لطريقه التزيين الاخيره، فهنا كناخذ شويه ديال الشوكولات اللي كنعملو فوق النوكه باش كنثبتو ديك الوريدات ديالنا مزيان، وهنا كنخليهم اكيد حتى كيبردوا ومن بعد عاد كنقدموا النوكه ديالنا. انا هنا استعملت الوريدات ديال الشوكولات، كيمكن لكم تعوضوهم بالوريدات ديال العجينه ديال السكر او العجينه ديال الشوكولات. بالنسبه الا بغيتوا تستعملوا العجينه ديال الشوكولات فانا ان شاء الله نخلي لكم في اخر الفيديو، وكيمكن لكم يعني تستعملوهم باللون اللي بغيتوا كتقدموا النوكه ديالكم. انا هنايا من بعد ما ساليت فكنقدم النوكه ديالي بالشوكولات واللوز، الصراحه كتجي لذيذه بزاف، كتجي راقيه في المنظر ديال اللي كيمكننا نقدموها في جميع المناسبات، كتجي من بين الحلويات اللي هما بخستيج وكذلك كيجي ولداد بزاف. بالنسبه لهاد النكهه هذه فهي كتجي معلكه من الداخل وكتجي لذيذه وكتبقى اكيد معنا لمده طويله. كنتمنى انكم تجربوها، كذلك كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم. واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.